يحيى، يمكن التاريخ لا يكذب والارقام ابدا أكيد. لا تكذب، ممكن تتجمل بس ما بتكذبش الارقام. ايوه. فاحنا عندنا جدول او عندنا احصائيه، طبعا حضرتك يعني مشكورا بعتها لنا، المنتخبات الحاصله الحاصله على ميداليات كاس العالم. يعني الاحصائيه دي احنا طبعا وفرناها لحضراتكم مع فريق طبعا التحليل عن اكتر الدول اللي حصلت على ميداليات في بطولات العالم. يعني يمكن نستعرضها مع بعض وفيها مفاجات على فكره للناس. اتفضل يا كابتن. طبعا المنتخبات الحاصله على ميداليات في كاس العالم، اصلا ميداليات عموما يعني، هي اكتر فرقه حصلت على كاس عالم هي فرنسا طبعا، بستة ذهب وواحده فضه وواحده برونز، الدوتر كله واخد 11 ميداليه. يعني في 11 بطولة فرنسا كان ليها وجود في الثلاثة الأوائل. طبعا واخدة 6 ذهب من كام نسخة؟ من 7 النهارده البطولة دي 27 نقول من 26 سبع بطولات 6 خدوا أول وواحدة خدوا فيها ثاني. وأربعة برونز. يعني قصدي أقول لحضرتك وصلوا. إحنا البطولة اللي منظمة دي البطولة 27 بالظبط. يعني إحنا هنتكلم على 26 لسه البطولة دي بالظبط. ف 26 بطولة فرنسا واخدة 11 ميدالية، يعني تقريبا يا كابتن نص. لا بس لا برضه معاها 11 ميداليه بس متنوعه، هي السويد بس هي واخده اربعه ذهب وثلاثه فضه واربعه. ده السويد. لا انا قصدي اقول لحضرتك ايه؟ انه 11 ميداليه في 11 بطوله كان ليها وجود على المنصه. منصه التطبيق. صح؟ انا بدك فرنسا بدك من الفرق اللي ليها باع كبير في كره اليد، ومش في المنتخب دوت بس، ممكن فرنسا بطل عالم في الشباب. كسبناهم صح؟ كسبنا طبعا وبطل في الناشئين. وفرنسا من الدول اللي بتشتغل وعندها مدرسه خاصه بيها وبتشتغل وكل فتره ممكن يحصل لها كبوه. بس الكبوه ميزه عندهم ما بتطولش. سنه وتطلع تاني. سنه سنتين وتلاقي منتخب مصر راجع بشكل جديد جدا. طب ربنا يسهل ما يتقابلش مع فرنسا. بس خلي بالك ان فرنسا يعني فرنسا عندهم ميزه ان هم بيلعبوا مثلا على البلان اللي هو مثلا بيعايز مثلا بيعملوا خطه مثلا 10 سنين شغالين عليه. الكلام ده مش لعيبه بس، ده بيعملوا الكلام ده على المدربين كمان، ان هو يجيبك مثلا مدرب عام مثلا ده يقعد مثلا سنتين ثلاثه عشان بعد كده بيجهزه ان هو يبقى اول مدير فني. طبعا 11 ده مش الناس. طبعا فرنسا طبعا. طب مين في المركز الثاني يا كابتن جاي في هي طبعا المركز الثاني في البلاد الذهبيه طبعا هو السويد واخد 4 ذهب 3 فضه 4 برونز طبعا، يعني برده 11 برده 11 ميداليه الميداليه برضو كتوين هو في المنصه طبعا. طب احنا هنلعب السويد يعني ان شاء الله يوم الاثنين. لا السويد اختلفت شويه ان هي جددت لحد كلها تاني مره جد، وعندهم كمان اصابات بكورونا ما جوش نصيب طبعا. يعني اكبر دولتين دلوقتي واحد فرنسا اثنين السويد اكتر الدول حاصله على ميداليات في بطوله العالم. طب المركز الثالث يا كابتن هي رومانيا، بس رومانيا زمان يعني مش رومانيا مش دلوقتي مش في الالفيه دي اصلا، رومانيا من الالفيه زمان الثمانينات والسبعينات بالظبط. هي واخده 4 ده كابتن صبر. لا مش او كده حاجه رومانيا. لا انت ما شفتش رومانيا بتاخد ميداليات من لا لا هو الكلام ده في السبعينات والثمانينات احنا سمعنا بس ان واحد سمع بس برضه خلاص كتبوا باسمهم 6 ميداليات يعني 4 ذهب واثنين، فكده في المركز الثالث رومانيا. طب الرابع مين يا كابتن؟ هو الرابع لو عجيبه شويه بحس ان اسم المانيا بالدوري الالماني وفرق كتير جدا، هو واخده 2 ذهب واخده 4-5 بطولات 5 ميداليات بس، 2 ذهب و2 فضه وواحده برونز، واخده التوتال كله 5 ميداليات. ماشي. يعني المانيا بكل الهيلمان ده كله احنا بنتكلم انها في المركز الرابع ب 5 ميداليات يا كابتن. بس المانيا برضك زمان شويه كان في تقسيم، كانت المانيا غربيه والمانيا شرقيه. لكن دلوقتي بعد ما اتوحدت ما هو ماشي، بس حتى لو هم في المانيا الشرقيه الغربيه صح بالظبط يعني في المانيا الشرقيه بس اتحسبت لهم يا كابتن، محسوبه اهي محسوبه بطوله يعني هقول لحضرتك مثلا بطوله واحده ذهب ايوه 1938 بالظبط. 1938 كانت المانيا كانت لسه ما اتجزأتش قبل الحرب العالميه، وليهم 2 في المانيا الشرقيه 2 فضه و2 برونز. والمانيا الشرقيه سنه 1958 والمانيا الغربيه 1961 وعندك المانيا 2007، بس من 2007 يا كابتن صابر المانيا ما خدتش ولا ميداليه. بس قول حاجه برضه يا كابتن هيثم، احنا بنتكلم على توتال تاريخ الدول ده، لكن التاريخ دوت مش هو المستوى الحقيقي دلوقتي. كلام جميل. في فرق ممكن ما حيتش مش موجوده في الجدول خالص في الجدول، بس بتخوف وتعملك قلق، وممكن فرق خدت مره مرتين وتلاقي يعني شكل كبير قوي، يعني ممكن عندك فرق زي النهارده زي الدنمارك في السابع، هي سابع دوله بس تخوف. الدنمارك طبعا فرق النهارده من فرق اللي تعمل لها اسم، هي واخده اخر بطوله اخر بطوله عالم وفرق تقيله جدا عندك مثلا فرق زي اسبانيا من فرق. طب انا هقول لحضرتك بقى